هم ايش قاموا يسوون؟ يستحدثون قوانين في قانون الموازنة. يابا ما يصير. اي نعم، يستحدثون قوانين في قانون في احدى الموازنات يتكون، يستحق رئيس الجمهورية 12 سيارة كذا، هذا رئيس الوزراء 10 سيارات، الوزير 4 سيارات، هذا حكي مع الدولة، هذا حكي مع الدولة، هذا حكي مع الموازنة. يموعدكم أنتم ناس خبراء بوزارة المالية، روحوا استشيروهم. طيب انتهت هاي الموازنة وراحت، أرجع عن الطاقم مالي أخذ لي اللي وصلت سياراتهم بالمئة سيارة ما شاء الله، وحماياتهم غطت إعداد جيش كامل يعني من رئيس الجمهورية، وانت تنزل اللي حمايته كانت 4500 شخص. انت انتبهت لما كان يقوله؟ انتبهت نعم. فلهذا اكو قوانين تعدلت بالأوامر اللي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالأوامر الإدارية، بالأوامر الإدارية. مثلا رواتبنا احنا الجمعية الأولى والثانية والكذا ومجلس النواب عدلوهن بأوامر. بويا يا محكمة ترى ما يصير. قالوا عمي احنا مضغوط علينا. شنو مضغوط عليكم؟ عمي هذا غلط. القانون لا يعدل إلا بقانون وبنفس المستوى وبنفس السلطة التي شرعت القانون، وهي السلطة التشريعية. ما تجي انت رئيس وزراء بأمر ديواني وتضرب كيفك تحكي وتشيل تليفون على هاي المحكمة وعلى مجلس الدولة، ولا وضعنا المالي متأزم وكذا وترى ما عدنا ننطي وديروا بالكم علينا. حكي هذا مو حكي، هذا مال الدولة.